قارة أفريقيا قدمت لنا ثاني أثمر كنز في تاريخ البشرية. قصتنا اليوم يا سادة تدور حول اكتشاف ثاني أكبر ماسة في العالم من منجم كاراي ببوتسوانا الذي يقع على بعد 500 كيلومتر شمال العاصمة غابون، ماسة عملاقة يصل وزنها إلى 2492 قيراطا، أي ما يقارب نصف كيلوغرام. هذه الجوهرة الضخمة ليست مجرد حجر كريم، بل تعد ثاني أكبر ماسة اكتشفت في تاريخ البشرية. ويعود الفضل في هذا الاكتشاف إلى التكنولوجيا الحديثة، حيث استخدمت شركة لوكارا دايموند كورب الكندية تقنية متطورة تعتمد على الأشعة السينية تسمى MDR. هذه التقنية الذكية مكنتهم من استخراج الماسة بأمان من أعماق الأرض. ولنضع هذا الاكتشاف في سياقه التاريخي، إنها ثاني أكبر ماسة بعد ماسة كولينان الشهيرة التي اكتشفت في جنوب أفريقيا عام 1905، وبلغ وزنها 3106 قيراطات. ماستنا الجديدة تأتي في المرتبة الثانية بعد أكثر من قرن. وهل تعلمون أن بوتسوانا تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج الماس، حيث تساهم 20% من الإنتاج العالمي؟ هذا الاكتشاف المذهل يعزز مكانتها كقائدة في صناعة الماس، ويدعم اقتصادها بشكل كبير.